أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ضرورة استمرار عمل المرافق العامة في تونس والتصدي لكل من يسعى إلى ضرب السلم الاجتماعي بكل الوسائل. وشدد سعيد خلال اجتماعه برئيسة الوزراء نجلاء بودن على أنه لا وجود لأحد فوق القانون في تونس، وأشار إلى أن أجهزة الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام كل من يحاول المساس بالمؤسسات وحق المواطنين في الأمن والعيش الكريم. للمزيد ينضم إلينا من تونس مراسلنا سيف الدين العامري، إليك سيف. نعم، في الحقيقة قراءة تصريحات الرئيس قيس سعيد تأتي ضمن سياق معين، وهو أن الإضرابات التي يقودها الاتحاد العام التونسي للشغل بمختلف مستوياته لن تتوقف في المدة القادمة. نتحدث طبعا عن رفع إضراب جامعة النقل، خاصة شركة نقل تونس هنا بالعاصمة تونس، بعد جلسة تفاوضية سريعة منتصف ليلة أمس اتفق فيها الطرفان سواء النقابي أو الحكومي على يعني منح أو صرف المنحة، منحة نهاية السنة التي أضرب من أجلها ما يقرب أكثر من 7000 موظف وعامل في شركة نقل تونس. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، هو في الحقيقة كان إضرابا بين ضفرين عشوائيا، لم تسبقه برقية إضراب أو تنبيه بالإضراب من قبل جامعة النقل، لذلك أكد الرئيس سعيد أنه لا أحد فوق القانون. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، أفق الإضرابات كما قلت لن يتوقف في المدة القادمة. نتحدث عن انتظار لإضراب في شركة توزيع المياه، وهذا حساس طبعا، قطاع حساس، وبالتالي أن الرئيس ينبه بشكل أو بآخر من عدم تجاوز القانون في المدة القادمة. شكرا لك سيف الدين العامري مراسلنا من تونس.